صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا باشمهندسين هنعرض على حضراتكم درجات الشفوي مجموعة إليها درجة الميتة. في بعض زمايلكم كان عنده مشكلة، مثلا إن هو ما كتبش رقم الجلوس أو ما كتبش اسمه، ما عرفناش نستدل عليه، فتم تعديل درجات الميد تيرم في خلال الأسبوع السابق. فالبشمهندسين اللي هم تم تعديل درجاتهم، لو سمحت بص تاني على الدرجة بتاعتك ديت، الدرجة المعدلة مجموع إليها درجة الشفوي، وناخد بالنا يا باشمهندسين لأن الدرجات ديت من 50، يعني هنلاقي هنا رقم الجلوس، النتيجة بتاعتك ديت من 50، الميد تيرم زائد درجة الشفوي، وديت النسبة المئوية. طيب لو في حد معترض برضو على النتيجة أو عنده مشكلة، فلو سمحت حضرتك تتواصل بالإيميل وسريعا، ما نستناش، يعني أقصى حاجة لينا هيبقى في خلال 5 أيام إلى أسبوع هيتم تسليم النتيجة للكنترول. فلو عندك مشكلة في الدرجات اللي هيتم عرضها، لو سمحت تواصل بالإيميل مع دكتور سامح أو مع دكتور فؤاد. كذلك عندك مشكلة في الدرجة، درجة الشفوي، شاكك إن الدرجات ديت مش سليمة، في عندك أي مشكلة، لو سمحت تواصل سريعا بالإيميل مع دكتور فؤاد ومع دكتور سامح. المرة الثانية الخانة اللي موجودة معانا ديت رقم الجلوس، هنا كده الدرجة بتاعتك من 50، وديت النسبة المئوية.
ده باشمهندسين كده الايميل لدكتور فؤاد، لو حد عنده مشكله في درجه الشفوي الميد تيرم لو سمحت تواصل معاه سريعا. وده الايميل بتاع دكتور سامح، عايز تبعت دكتور سامح ودكتور فؤاد في نفس الوقت مفيش مشكله، ولكن لو عندك اي مشكله لو سمحت تواصل معاهم سريعا. تاني حاجة عايز تعرف درجتك في الشفوي، بس انت قبل كده عارف درجتك في الميد تيرم، فالرقم اللي موجود هنا دوت تطرحه من درجة الميد تيرم عشان تعرف انت جبت كام الشفوي. وبالتوفيق لكم جميعا ان شاء الله.